مرحبا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد من فكرة نجاح يطلع عليكم كل أسبوع من قناة التحرير ويب تي في. وكالعادة في كل عدد مشروع مصغر جديد ونأخذ منه فكرة من الأيادي الماهرة اللي دائما تحضر معنا. مشروع اليوم أو مشروع الكيك ديزاين والكيك عامة، الكيك ديزاين خاصة يعد من المشاريع الممتعة جدا، ومن الممكن أيضا تحقيق أرباح ممتازة عن طريقه، ولكن بشرط أن تتوفر عنصرين هامين ألا وهما المهارة والابتكار. فعنصر المهارة يجعل صاحب المشروع قادر على إنجاز المهام المطلوبة بشكل احترافي وسريع، وعنصر الابتكار أو الإبداع يجعله قادر على تقديم أفكار جديدة ومتنوعة. والجدير بالذكر أيضا يعني مشروع الكيك ديزاين لا يقتصر تنفيذه فقط على النساء بل حتى الرجال، ويمكنهم تحقيق أيضا نجاحات كبيرة من خلاله. وفي عدد اليوم سنوضح كل ما يتعلق بالكيك ديزاين مع ضيفتنا الشيف نورهان بن طالب، متخصصة في صناعة الحلويات والكيك ديزاين. مرحبا بك معنا شيف نورهان. يعيشك، مرحبا بك شيماء. شكرا. عالم الحلويات بالخصوص يعني نعرفه باللي في ما يعني في المناسبات، او احنا يعني من فينا ما يحبش الكيك وكل ما يتعلق. انا حتى في المناسبات لازم تكون الطاوله فيها هكذا كيك على حسب المناسبه بطريقه مبتكره ومبدعه. راح نتعرف على كل ما يخص الكيك لكن واكثر، لكن في البدايه لابد ان نتعرف على الشيف نورهان، كيفاش كانت البدايه تاعها في الكيك ديزاين. ولن صناعة الحلويات بصفة عامة والكيك ديزاين كانت هواية من الصغر، يعني من الوقت اللي كنت نقرأ في الليسي كنت ديما في الصيف في الفترة تاع القيلولة هذيك الناس يرقدوا وأنا ندخل الكوزينة نخلط، خطرة موسكوتشو خطرة حلوة جافة. وتطورت هذه بعد ما كملت قرايتي، هكا ديما نحب الحلويات. صادفت درت عملت دورة حلويات ومبلحات، وكنت كل ما نتعلم حاجة نطبقها في الدار. كانت العائلة تاعي تشجعني، الأقارب ثاني، وهكا بديت مشروعي في عالم الحلويات. يعني كانت كهواية ليك؟ كانت كهواية. ومن بعد واحدة من قريباتي، وقتها كنت قاعدة مانيش نخدم بعد ما كملت القراية تاعي، قالت لي علاش ما طيبي ليش شغل مقابل مبلغ مالي. يعني قبلت الفكرة وخدمت لها، وفي هذيك المناسبة بعد اللي خدمت لها كانوا كاين معازيم وكل شيء، سقسوا على شكون اللي طيب لها القاطو وكذا، وهكا بداو الزبونات يعني وحدة تذوق ويعجبها القاطو وتجيني تخدم عندي كيما هكا. والكيك ديزاين مع صناعة الحلويات يعني التقليدية كيما التقليدية نقوله. والعصرية يعني قبل ما تتخصص الكيك. نعم. الكيك ديزاين تخصصت فيه من سنتين بعد ما عملت دورة في ماستر كلاس في الكيك ديزاين. يعني كان اصلا من البداية شغفي الكيك ديزاين، يعني نحب التزيين الكريمات والحشوات هكا تاع الكيك. لكن بديتي بالحلويات. لكن ما لقيتش هنا في الواد ما كانتش كاينة متوفرة وين ندير دورة وين نطور هوايتي. بديت بالحلويات، ووقت ما صادفت يعني جاتني الفرصة اني ندير هذه دورة الماستر كلاس درتها والحمد لله. يعني بديت المشروع في الكيك ديزاين منذ عامين، وهذه كانت البداية تاعك من خلال الحلويات التقليدية. نعم. والهواية انك تحبي طيبي. نعم. يعني كاين صحيح. ايضا يعني نورهان ليست متخصصة فقط يعني في صناعة كما تقولنا الكيك ديزاين، ايضا في حلويات اخرى الجاتو بريستيج وغير ذلك، ايضا ربما الصور تظهر امامنا على الشاشة كل ما يخص الحلويات. لكن لاحظوا هناك من الاستغناء يعني عن الحلويات التقليدية سابقا وركزوا بكثرة على الكيك ديزاين. نعم، يعني الكيك ديزاين نحسه شغل لوحة تحكي على موضوع. يعني بكري كانوا الكيكات يعني نقدر نقولوا أشكال عادية، شكل دائري مستطيل، تزيين بالكريمة بالشونتي بالفواكه. بصح الآن يعني الكيك ديزاين يعني يرسم فكرة، يعني يحكي على موضوع، يعني
يعني حسب المناسبة اللي عندك، يعني حتى في أعياد الميلاد تاني حسب يعني شخصيات كرتونية الأطفال، يعني أكثرها يعني مظهر أكثر من الطعم يعني والذوق. صحيح يعني في الأونة الأخيرة أصبح موضة العصر كما نلاحظه في الكثير من طلبيات والمناسبات. نعم يعني أحكينا يعني نورهان على الطريقة اللي توجدي، وخلي نتحدث قبل هذا على الطريقة اللي توجدي بها الكيك لجينواز، الحشو كيفاش يكون يعني متنوع التغليف غير ذلك. نعم يعني هي أهم حاجة في الكيك هي لجينواز يعني اللي نبدو بها، ومن الأحسن أني ديما نوجدها قبل يعني على الأقل بيوم، يعني نوجدها قبل من يعني نهار الطلبية، يعني تكون واجدة عندها قبل قبل بيوم على الأقل، بيوم على الأقل ترتاح مليح وتبرد في راحتها، ونكون نغلفها باش ما تنشفش. والمكونات تاعها تختلف بالمقادير على حسب، كاين أنواع من جينواز يعني كل كاين أنواع، كاين من جينواز وكاين اللي يخدموا ثاني بالمولي كيك. انا نعتمد عندي وصفه تاع جينواز اكثرها الناس الناس يفضلوا لا جينواز لانهم بحكم قريبه للكيك القديم شوي في الجو يعني الطراوه. المولي كيك يعني شوي هكا شوي يحسوا كاين اللي يقول لك شوي قاسي شوي على لا جينواز. كما قلت لك لا جينواز مكوناتها يعني بسيطه، فيها ثلاث مكونات اللي نعتمدها، فيها غير الفارينه والبيض والسكر، ولا يحب يزيد نكهه نكهه. وثاني ممكن مكون سري اللي هو محسن الجينواز، انا نخدم به يعني هذه الجينواز تاعي، وهذه نخدمها من قبل نحضرها. والكريمات ثاني كاين نعتمد ثاني كريمه الزبده السويسريه في الحشو، كاين كريمة الشونتيي ثاني كريمة الشونتيي، ونخدمها يعني بالذوق اللي نحبه، يعني تحبي نحب حسب الأذواق، حسب الأذواق اللي يدوموندوها الكليونت، يعني كراميل براليني أي ذوق اللي يحبوه. هذا في الحشو، في الحشو عبارة عن أنه هو الشيء اللي يميزه أنه يكون طبقات، ليس فقط طبقة يعني واحدة، وكاين ثاني طبقات مكسرات احنا نقولوا لها الكروستيون، يعني الطبقة المقرمشة نخدموها بالفويتين وبالمكسرات وشوكولا ثاني، شوكولا طالي هذيك شوكولا طرتيني كيما نوتيلا ثاني نخدموا بها في الحشو. نعم يعني الطريقة ربما يظهر الحشو في أشياء نحب يدير الطوفيا كراميل صوص يعني شوكولا، الشوكولا تاع البندق هذيك البيضة، يعني الحشو اختياري كل واحد يشتري يعني انواع متعدده. لك نشوفوا انواع الحلويات او انواع كما قلت كريمه الطلي الشوكولا، انواع متعدده وعلى كما قلت على حسب طلب الزبون، على حسب طلب الزبون. ربما نعرف أنه مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في ترويج أي عمل أي مشروع. نورهان كيف ساعدتك مواقع التواصل الاجتماعي لترويج المشروع تاعك، وأيضا كيف ساعدتك على يعني الشهرة والخوض في المجال خلينا نقوله؟ والله يعني ساعدتني ياسر، أغلب الزبونات تاعي يعني تعرفوا على مشروعي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وإنستغرام أول قبل ما نفتح قناة اليوتيوب، يعني ساعدت بكثرة ثاني في الشهرة تاعي الحمد لله. يعني كما تحط باللي صفحتك على الفيسبوك كان عندها والانستغرام كان عندها يعني الدور الكبير والفعال في ترويج للمنشورات، يعني كانوا يشجعوك. نعم يعني ايضا قلتي لي في الدورات اللي نتكلموا عليها باللي هما اللي قالوا لك اللي مادا ما ديريناش دورات نتعلموا من عندك نتدربوا من عندك ناخذوا بعض الافكار الخبره من الخبره تاعك. نعم اهم ايضا قلتي في لما نورهان عندها قناه في اليوتيوب لمسات نورهان تضعي فيها كل الوصفات اللي ديرها والا البعض ولا والله البعض يعني حسب ما يتوفر عندي الوقت ونصور نولي نخدم ونصور نحط الوصفه تاع ان شاء الله قريبا راح نحط وصفات الكيك ديزاين ان شاء الله. يعني كنت تحطي غير وصفات الجاتو التقليدي الحلويات التقليديه العصريه؟ حاليا اكثرها قاعده نحط في ريلز في تيك توك ولا في انستغرام، يعني وصفات قصيره كما نقولوا بزربه. وان شاء الله نحاول ندير فيديوهات مفصله في اليوتيوب ان شاء الله. مطوله مفصله في اليوتيوب ان شاء الله ليست كثيره، عندها بعض الفيديوهات كاين فيديوهات شكرا. كاين فيديوهات قديمه دايره فيها شويه الكيك ديزاين، وان شاء الله قريبا راح نحط فيديو جديد أكثر.
ذكرنا. أيضا نورهان لو نتحدث على قلتي لي شوية على الدورات التدريبية اللي تقومي بها، كم استغرقت لك يعني في الوقت، ولا كيفاش تقوم بهذه الدورات، وأيضا الوقت كما قلت اللي تستغرقيه في هذه الدورات التدريبية، يوم يومين، كم المدة وطريقة يعني؟ حكينا على الدورات التدريبية الورشات اللي تقومي بهم. والله فكرة الدورات كما قلت لك جتني من طلب الزبونات ومتابعات اليوتيوب، قالوا علاش ما ديرناش دورات تعلمينا، وبديت درت دورات مكثفة في الحلويات والمملحات. درت ست دورات مكثفة، يعني خمسة درتهم مكثفات وواحدة درتها يعني عادية. مكثفة من ربعة أيام للأسبوع، تاع أربع أيام يكونوا أيام كاملين، يعني من الصباح حتى العشية، من مثلا من 9 صباحا لغاية الخمسة مساء هكا. ودرت تاع أسبوع يعني لغير الفترة المسائية. الفترة المسائية يعني من الوحدة حتى الخمسة لمدة أسبوع هكا ورا بعضها. وكان اللي ما ساعدتهمش درت مرتين في الأسبوع لمدة شهرين، هكا مرتين في هكا في الويكاند، يعني سبت وجمعة أكد. وكانت كان ثاني درت عملت ورشات شوكولا في يوم واحد. يعني كيفاش صنع الشوكولا ولا على متنوعة البيضاء الشوكولا؟ طريقة صنعها، طريقة تاع التذويب تاعها، ولا طريقة تاع المكونات تحتويها. نعم ها. نعم كنا يعني أكثر كيفاش يكون المتربصات يعني اسكو يتدربوا بنفسهم بعد ما تعلميهم يعني طريقة كيفاش؟ أصلا في الدورات يعني يجو كلش نوفر في الورشة في الاتولي، نوفر يعني المكونات تاع الحلويات، ولا كما نقولوا الماتريال ثاني تاع صنع الحلويات، ويجربوهم بنفسهم يعني يخدموهم، يعني انا غير نسيرهم تعليمات وهم اللي يطبقوا بوحدهم. وثاني عندهم الوقت انهم يطبقوا ثاني في الدار ويصوروا، اللي تحتاج حاجه ثاني تسقسي ولا سؤال كذا تتواصل معايا على اتصال، يعني حتى في حتى بعد الدورات يعني الى يومنا هذا كان في دورات قدم ويتصلوا بي ويستفسروا ونعاونهم عادي يعني كما يعني يكونوا كي العائله يعني كلهم اخوات وكذا، يعني كي يدخلوا ديريكت ندمجوا في بعضنا نوليو جروب. جميل جدا. درهان اكثر كيكه اللي اخذت لك الوقت؟ كما نشوفوا الكيكات متنوعين، خاصه الكيك ديزاين نعرفوا بلي نلقاو صعوبه كبيره في، او ما نقولوش صعوبه، نقول بلي متعب في العمل تاعو، خاصه في الديكور اللي ياخذ وقت كبير. اكثر كيكه اخذت لك وقت والله استغرقت لك كم؟ والله لو ماكسيموم اربع ايام، سورتو كي تولي تاع هكا فيها تروازيتاج ولا اكثر، تكون تاع زفاف تاع زفاف تاع خطوبه، معناتها معناتها قداش من جينواز وقداش من كيك، يعني سورتو الواحد نحب نخدمها براحتي، ما نحبش نزرب فيها باش تجي اكثر اتقان، يعني لازم تكون الطلب يكون مسبق عنده مده باش تقدرين تاخذي وقتك، يعني الكريمه نحضرهم في راحتي، الجينواز كيف كيف، يعني النهار الاخر غير من غير التزيين، خلي للتزيين يعني حتى التزيين ياخذ لك على يعني يوم. المونتاج نديره يوم قبل، يعني التركيب تاع الكيك والتغليف والتزيين يكون النهار الاخر، يعني لابد انها تكون في مكان بارد، يعني خلوها في الثلاجه، يعني لازم درجه حراره معينه، يعني ثلاجه ها ما تذوبش يعني الشوكولا ولا لا يعني. هي في سخانه تذوب شوي بصح لازمتها الطومبيراتور تكون هكا عادي حتى يعود مكيف ولا حاجه هكا، مش شرط في ديما في الفريجيدير. نعم ايضا نشوفوا باللي يعني الزبون يعطيك رايه على حسب الكيك، يعني بالشكل هذا بهذا اللون، كما نشوفوا يعني خاصه في التخرج تقولك حبيتها بهذا اللوك هكذا، في مناسبات الخطوبه ايضا الختان، ايضا تكون خلينا نقولوا هي في الحلاقه تقول لك مقص، هذوك الاشكال الاشكال تاع التصميمات تاع الكيك ديزاين يعني ياخذوا لك يعني وقت بصح في الاخر يعطوا شكل جميل جدا. نحاول اصلا ناخذهم بعين الاعتبار، يعني طلبيه واش تحب الزبونه، ونعطي ثاني انايا رايي كل واحد وكيفاش، ونحاول نخرجوا براي مليح ونخلي لمستي في الاخر كل واحد. نعم يعني وكما نشوفوا اعمالك ولا بعض الصور اللي ظاهره امامنا ايضا، خلينا نشوفوا مع بعض يعني ديكور، او عندنا هنا مشاهدينا او متابعينا كيكه طبعا من انجاز
عاونوا من عمل الشيف نور. انا راح نطبقوا طبقنا عليها الديكور يعني خفيف امامكم، مش نكونوا على يعني نشوفوا مع بعض كيفاش تكون المهمه، كيفاش يكون الشغف تاعها تعب يعني، هو ممتع نوعا ما الديكوراسيون تاع يعني. بنبداو راح نخلط هذا الناكري ولا الملمع، راح نزين به. عين نورهان كنت شاركتي قبل في مسابقات وطنية دولية ولائية مازال يعني مازال يعني دائما هكا ونقول باللي حتى في جانب الكيك ديزاين ما كانش الكثير من من يعني اللي عندهم هكذا مشاريع ولا اللي يخدموا فيه بكثرة. هنا قصدك هنا في الوادي في ولاية الوادي يعني، يعني والله غير منافسين ولا زملاء في العمل؟ كاين كاين الكثير يعني ما شاء الله خدمتهم ثاني مليحة نشجعهم، ويعني مليح كي ولينا في ولاية الواد عندنا هذه الطاقات الشبابية هذه اللي تخدم تبدع في الكيك ديزاين، تبدع وأصلا وأيضا تكون يعني مشروع مربح نوعا ما، ما يخلوش هذاك وقت الفراغ يعني، تستفيد من هواية من حاجة هي تحبها يعني، يعني حاجة تكون حاجة تاع الشغف تاعك حاجة تحبها تخليك تبدع فيها ومنها تدخل يعني ربحها حاجة مليحة يعني مربح. هذا مربح المشروع أكيد. استعملت هذا ناكري هكا بودر، وراح نضيف له هذا يقولوا له المثبت سولفون هكا مثبت باش تشوفوا يعني ما كاش هكا باش نقول لك كيال باين هكا، نخلط ونشوفوا القوام تاعها حتى يولي هكا باش نشوفوا يعني قاموا يعني بمزجهم مزجهم جيدا هكا حتى تشوفوا كيف يولوا هكا ليكيد. وراح نزين هكا الحواف، وراح تزين بيني حواف تاع الكيكه المتواجده معنا دقيقه برك يعني نقربها شوي اكثر. يعني قولي لي شيف نورهان خدمتيها بعجينه السكر، كيفاش يتم فتحها تغليفها؟ الكيك هذه خدمت جينواز و جينواز بعد ما قسمتها طبقات حوالي خمس طبقات. خمس طبقات يعني مع الحشو نقدر نحشو بواش نحبو. واش تفضل يعني السيدة كما قلتي بالمكسرات بالشوكولا بالكريمة أكثر؟ والله أكثر يعني حاجة أكثر حاجة يحبوها الشوكولا، يحب الشوكولا يحبو حتى الجينواز ثاني نقدر نديرها هذه كما هذه راهي بذوق الشوكولا من داخل الشوكولا، والأذواق يحبوا الكراميل يحبوا البراليني ثاني ذوق الشوكولا، كاين اللي يحبوا ثاني ذوق تاع الكابوتشينو يعني يعني أذواق تاع الزبائن متنوعة، لكن كما قلنا تركز أكثر على الشوكولا والكراميل. ها ولا تاع الأطفال ثاني شوي يحبوا الحلويات يحبوا الفراز ويحبوا يعني تكون شوي حلوة كي تكون يعني اعياد الميلاد هكذا مناسبات خاصه بالاطفال يعني يطلبوا هذا الذوق اللي يحبوا الطفل تاعهم. اذا كما راكم تشوفوا متابعينا تغلف في الحواف جميعها يعني ياخذ لك وقت كما قلتي من ناحيه، بس هذه ربما حنديروا ديكوراسيون خفيفه لها ديكوراسيون خفيفة هكا ديرو فيها نلون فيها شغل الحواف يعني ممتعة سيرتو اللي يحبوا هذه الأشغال اليدوية واللي يحبوا التزيين. بالنسبة ليك يعني شيف نورهان الكيك ديزاين كي يطلبوه الزبائن واش أكثر شيء يرافقوا معاه تقريبا على خلاف الكيك؟ في أعياد الميلاد يحبوا لي كاب كيك يعني تكون في نفس موضوع الكيك ديزاين، وكاين ثاني اللي يحبوا هاك لي زيسكيمو تحليات ثاني تحليات ايضا لي زيسكيمو مطلوبه بكثره نشوفوا فيها خاصه ترافق انها الكيك ديزاين يعني الاكثر طلبيه تكون معاه. شوفي معايا زي انت كل لا مانيش نشوفها معليش تزيين بسيط يعني نكون خفيفة كده الكيك أصلا كامل تاع زربة. راح
نزينها نزينهم ثاني بعد كيما هكا اللي قفريط اللي تباعوا لي سيجار كنت صبغتهم بعد بنفس هذه بنفس النكري بنفس النكري صبغتهم وراح هكا لصقهم بطريقه عشوائيه يعني تلصقين ب كاين اللي يحب بال الجلوكوز ولا كاين غيره سبيسيال هذه شوي لازم تاع الجلوكوز قفريط يتفتف ولا شغل اذا درنا له غيره قادر يذوب الجلوكوز الجلوكوز يلصقه مليح كاين غيره سبيسيال تاع هذا هذا اللي سيكار يعني شغل قفريط كما قلتيش ما يتفتفش ولا اذا تحطيها على داك السيجار بعد تلصقهم بشكل عادي يبقوا ثابتين يعني المده يبقوا ثابتين بصخت الحاله عادي اذا كيما راك متابعه معنا راح تحطي لها كميه هكذا وتزيني بهم الفوق فقط سير داير كيما نقولوا عليهم ولا في جنب فقط هكا ما بركش نقدر نوض طلبا نثبتوها يعني بطريقة بيان هكا تنشف ليه يعني نورهان من الصعوبات اللي تواجهك خلال عملك هكذا بعض العوائق اللي يمكن انها تسبب لك نعتبرها كعائق ولا كصعوبة يعني والله ساعات هكا سرتو في السخانة هكا في الأوقات قادر الحرارة. قادر يذوب هذاك القناش للفوق ولا هكا قادر تميل ثاني لازم ديما نديرو حساب انها ما الكيك ما يميلش حساب في حملها في اللي يعني منضعوها كما قلتي درجة حرارة تكون باردة معتدلة تولمها باردة يعني لازم درجة حرارة باردة يعني الحمد لله ما لقيتش صعوبات كبيرة في شوي نلقاه صعوبات كيكون كاين الضغط في الخدمة يعني تعود قداش من كيك في اليوم يعني طلبيات تكون في كثير. وقت واحد شوي مسؤولية انك كل طلبية تحضريها في وقتها و ياخذ لك سمك تلقي الضغط كبير يعني في انك كما نقولوا توافقي بين الطلبيات توافقي بيناتهم مسؤوليه وثاني مسؤوليه ان الكيكه تعجب ترضي الزبونه هذيك يعني الغايه طبعا انه المهم تعجب الزبون اللي راهو طالب هذا الكيك بالنسبه للاسعار شف نورها نقدروا نقولوا عليه يعني مشروع مربح هي مشروع مربح مو الاسعار يعني كيفاش تكون على حسب طبعا على حسب يعني نوع الكيكه على حسب الحجم تاعها لكن كيف يعني من خلال الدوره اللي درتها تاع الكيك هذه ماستر كلاس في الكيك ديزاين علمونا كيفاه نحسبوا الاسعار تاع الكيك تقريبا نشوفوا التكلفه تاع الكيك يعني واش خسرنا واش شرينا سلعه للكيك ونضربوه في اثنين وكاين يعني اللي يشوف انه تعب على الكيك وفيها اكثر ديزاين وكذا يقدر يزيد يعني كيما يحب وثاني يقدر ينقص اذا دار حشو مش مكلف يعني ما دارش المكسرات ولا ما دارش ينقص في السعر ثاني يعني ولا هو مشروع يعني مربح يعني ننصح ان اللي عنده الموهبه يطورها ويخدم في هذا المجال نعم لما لا ايضا كما نشوفوا كما ذكرتي السلعه ولا كما نقولوا التكاليف تاعه مكلفه نوعا ما غاليه في الاسواق مقارنه يعني كما نقولوا بالشيء اللي نخدموا به
من كريمات وغير ذلك، ماشي كما ليمول وهكذا، نقدر نقولوا اسعار في المتناول، لكن في التكلفه يكلف شويه الاسعار. هاد الكريمات والكريمات يكلفوا، وحتى لو ماتريال تاع الكيك ديزاين، يعني ليمول اشياء بسيطه، ليمول تاع عجين السكر يعني نوعا ما غاليين، يعني كيما نقولوا حتى الادوات اللي نخدموا بها الكيك ديزاين، سورتو اذا يعني واحد كيما نقولوا بروفيسيونيل، لازم شوي ماتريال بروفيسيونيل اللي يخدم به، اكيد يتكلف. يتكلف لنا يعني درتيهم هذا السكر على جهه واحده، في جنب واحد، في جنب واحد، يعني كل واحد كيما يحب يعني. هذه كنت نقول ديما الواحد لازم الحوايج هذه في راحتها تتخدم. نعم كما قلتي لي ياخذ لي وقت انهاء يوم، يعني باش يكون في دقه في التركيز هكا تقريبا. نزيد لها هذه كميه من هذه اللي باك، يعني فضلا نشوف نورهان الغراء، يعني الانواع ممكن باش يستفيدوا المتابعين. هذا النوع مثلا اذا راحين تلصقوا تزيين بعجينه السكر عادي، تقدروا تستعملوا حتى ماده دهنيه يعني كيما الزبده، كاين يقولوا له اذا كان مطلي بالشوكولا ما استعملناش عجينه السكر، نقدروا نديروا الشوكولا ونلصقوا بها هكذا. تلصق اصلا بعد، اذا كان غناش يلصق وحده يلصق فيه، سواء هذه الكوفريت ولا حتى عجينه السكر. نقدروا ثاني نديروا زبده اوبلين، كاينه ماده تتباع ماتير هكا غراس، نقدروا نلصقوا بها بعدا، سورتو عجينه السكر، في عجينه السكر تلصق عادي. راح نضيف ثاني هذه هكا، هذو يتباعوا ديكور هكا، هاد اللي يبيعوا لوازم الحلويات، لوازم الحلويات يعني كل شيء متوفر. هذا اللي نقدر راح يعني تزيين كما نقولوا نحط عشوائي، راح ندخلهم هنايا في وسط. نعم من اختيار طبعا يعني فكرة للتزيين، يعني تقدروا تزينوا وش متوفر عندكم يعني كما قلتي حتى بعجينة السكر نقدروا نفتحوا بها الكرتون، داور رسومات الكرتون اللي يحبوها الأطفال أيضا، يعني إذا كان كاين تخرج، قبعات التخرج وغير ذلك، يعني نقدروا نشكلوها كيما نحبوا. هذه الحاجة المليحة في الكيك ديزاين، يعني يخلينا نقدروا نخدموا الموضوع اللي نحبوه، يعني نقدروا نشكلوه على شكل كورة، على شكل حقيبة، على شكل أي شكل نحبوه. نقدروا نديروا صح جميل جدا، يعني أنه الكعكة تشكليها كيما تحبي، ليس فقط كيما قلتي قصر بيكون شكل دائري ولا هكذا، على مش غير حتى طبقات هكذا، ليس فقط طبقات، يعني كيما قلتي شكل حقيبة، أي شيء تحبيه ليه، شكل. وهذا يحتاج يعني خبرة من الدورات وغير هذا. في الدورات كنت يعني خدمت الكيك ديزاين، على الكيك ديزاين ما خدمناش في الدورات، خدمنا لاير كيك، يعني مش كيما نقولوا مش بعجينة السكر، خدمنا بالقناش وخدمنا بالكريم، يعني موسلي مش كريمة الزبدة وكذا، مش يعني مش كيك ديزاين بعجينة السكر، خدمنا لا كريم شونتيي، وخدمنا بالقناش يعني بالشوكولا تغليف، ما كانش بعجينة السكر. نعم لكن كان في دورة من دوراتي خدمنا ميني كيك صغار غلفناه بعجينة السكر. نعم كاين يعني ايضا هذاك الميني كيك الصغار. الميني كيك الصغار فعلا تكون تاع مناسبة لشخصين او هكذا يعني. كاين طريقة كيفاه هذه الحاجه. نعم كان يعني تحتاج ربما وقت طويل في انك تحطيهم ترقليهم.
إذا متابعينا كما تشوفوا ربما تزيين الكيك ياخذ لنا وقت، ما نقولوش وقت بطويل يعني، على حسب الديكور اللي راكم نتوما حابينه. يعني تاخذوا كيما كنت دايرتها المره الاولى وخلاص، يعني مش شرط تزينوا هكا، تقدروا غير ديروا جد ديروا الحواف وتستغنوا عن هذه بكل السيجار. انا اصلا اول مره نلصق السيجار في عجينه السكر، يعني جربتها معاكم اليوم. يعني نورهان راح غير هذا وفوق هذاك، يعني اللي يشبه هكذا الورد وفقط التزيين، ما راح نزيدوا لها والو. راح ندير باك ديكور تاع، مع ان في موسم تاع التخرج راح نزيد واحد الديكور فوق تاع التخرج. نعم قبعات يعني تخرج يعني انتم في كي تولوا في الدار تقدروا تستعينوا بحاجه هكا تحكمها، يعني تقليوها بحاجه باش ينشفوا باش يثبتوا بشكل جيد. ما نقدروش نخلطوا يعني ولا نمزجوا مع حاجه، هذا راهي شوي الحاله هنايا بارده شوي، سينو يقدروا يذوبوه في حمام مائي ويقدروا يخدموا به يولي يكون اكثر طراوه ولا كيفاه، يعني يولي سايل اكثر لان هنايا جمد الحاله شويه بارده شويه، يعني تقدري تذوبي فقط في تقدري تذوبي في حمام مائي وتزيني به عادي. كيما تقدروا ثاني تزينوا بالورد، حتى الورد الطبيعي مش شرط هذا، وتقدري يعني حتى بعجينة السكر تشكلي اشكال ورود. نعم يعني حتى في الدورات التعليمية تعلمتوا كيف نخدموا الورد، كيف نخدموا الورد. نلصق هذه قبعات تخرج، يعني بامكانكم انكم هذه جاهزه، والا حتى كما قلنا يعني تقدروا ثاني تخدموها بعجينه السكر، لكن الوقت شويه ما كانش. دورها فقط يعني الكاميرا شت مازال كاين اضافات، نديروا اضافه صغيره بك تقدروا ديروها تقدروا لا بالورق الذهبي، يعني هكا نسقوا بطريقة عشوائية. ورق يعني ذهبي نحطوه ما نقدرش نلصقوه بكاش حاجة هكذا، تقدروا بس هادي حتى بلاش الأخرى يلصق شوية الحالة باردة شوية محفوظة صح هادي، يعني كيما ثانية نقدروا نضيفوا لمسة هكا صغيرة، بصح مانيش حابة نلصق الحالة بال هكا بالنكري هكا، وهكا نضربوا هكا بطريقة عشوائية وخلاص، مكثرش عليه باش ما نوسخوش الحالة. هكذا نكونوا عادي يعني نمسحوا برك شوية الحالة. معليش هكذا يعني نكونوا كملنا يعني ديكور خفيف كما راكم تشوفوا معنا، يعني يقدروا يحضروا حتى في الدار، يعني في مناسبة عيد ميلاد ولا حاجة خفيفة.
يعني معليك لداخل الطبقات ولا تركيبات تاعها كنتو شفتوها معنا في الفيديوهات على الشاشه. ايضا في طريقه العرض ايضا الديكور كانت شاف نورهان عملت لكم ديكور خفيف هنا في الاستديو، ان شاء الله يكون يعني نال اعجابكم. نورهان يعني الكثير من الامهات كما قلنا في اعياد الميلاد تحب يعني يرافقها ابنها ولا ابنائها هكذا في مناسبه، خاصه في عيد ميلاده على سبيل المثال، انه يخدم معها يعني يشاركوا مع بعض المراح عند بعض الامهات هكذا اللي متوفر لهم الوقت. حسب رايك يعني كمصممة وصانعات للكيك ديزاين ولا الكيك بصفة عامة، واش تنصحي الأمهات يكون متوفر عندهم في البيت يعني باش تحصل على كيك في المستوى باش ما يفسدش ليها الكيك ما يعني يكون عندها مول تاع كيك تخدم به تحضر به لاجينواز، يكون عندها باتر باتر ولا باتر، يعني مش شرط يكون عندها عجانة ولا مضرب تاع بيتران، يعني حتى باتور عادي كهربائي ومول. وثاني مش شرط تشري شويه مكلف، يعني قلت لك الماتريال اللي معناتها تكتب راح تحضرها في الدار، حتى موس تقدر تليسي الكريم يعني يكون موس طويل هكا وليس تقدر تليسي به، يعني تخير برك الانواع تكون مليحه الشوكولا اللي تخدم بها مثلا الحشو لاشونتيي اللي تخدم بها عجينه السكر ثاني لازم تكون نوعيه مليحه، نعم تختلف عجينه السكر لابد ان تكون يعني انواع تختلف تكون الطريه اللي تفتح تساعدها في الخدمه. كاين يعني نفضل ديما تاع الترك، اي كاين انواع ثانيه اللي تتباع عجينه السكر، الترك هي المليحه تكون سوبل في الخدمه تكون سهله في الخدمه. بالنسبه للفرن درجه الحراره يعني باش تنصحيهم درجه الحراره تكون درجه حراره منخفضه 150 ويكون تكون يعني مش في النص كما نقولوا ما يقربوهاش للحراره ياسر يعني حتى في الفرن العادي عادي مش شرط انها هي من الاحسن تكون في فرن فيه مروحه يكون فونتيلي الفرن تاع لا جينواز بصح حتى في الفرن العادي تنقص درجه الحراره وتطلعها وطيب على الاقل نصف ساعه لولا كل ما تحلش عليها الفور باش ما تهبطش يعني فقط بعد نصف ساعه تخرج شوي وتشوفها اذا ما كملش الطيب الطيب يعني هي الطيب من ساعه غير ربع حتى لساعه من ساعه الى ربع حتى الى ساعه. ايضا حافظوا ما نفسحوش الفرن حتى راح تهبط لينا يعني وما تكونش يعني طالعه باش تقدر تقسمها ولا نعم. إذن ربما هذه معظم يعني النصائح اللي تقدمها شاف نورهان للأمهات كما قلت لي حابين يخدموا في الدار ولا أيضا خلينا نسقسوا شاف نورهان كيفاش راكي تشوفي يعني في عالم الكيك ديزاين وطموحك يعني من خلال صناعته في الأخير؟ والله عالم كبير وانا يعجبني عالم الكيك ديزاين، يعني كل يوم راه في تطور، كل يوم تخرج تقنيات جديده ونحسها الشغف تاعي يعني ماذا بي اني نتطور فيه ونكبر مشروعي ان شاء الله. يعني حابة يكون عندك محل ولا برشا ان شاء الله ليش لا، تكون عندي ورشه كبيره للتعليم محل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بالنسبه فقط ملاحظه لي للدورات يكون معك في البيت ولا مخصصتي لهم مكان؟ يعني مكان هو في البيت بصح يعني ورشه خاصه العمل فيها الفور وانا نطيبه فيها مساعداتك يعني اكثر فاش تقدري تعاوني يعني نورهان تطمح انه يكون عندها ان شاء الله محل ولما لا توسع فيه اكثر ويكون اسم يعني كلاس كيك باي نورهان اسم انستغرام ايضا اسم الفيسبوك، وكما قالت راح تولي تحط الوصفات تاعها من الكيك ديزاين على قناتها في اليوتيوب لمسات نورهان. يعطيك الصحه نورهان على هذا الديكور الجميل، ثاني شكرا للكيكات، ايضا شكرا لك على حضورك وتواجدك معنا على يعني بحكيتنا على بدايتك في المشروع الكيك ديزاين كان فعلا يعني مربح وممتع في نفس الوقت. يعني واش تنصحي البنات في الاخير ولا حتى يعني العامه ككل يعني اللي عندها كتحس عندها كيما نقولوا لا ما عندها حب للمجال هذا يعني ما ننصحها ما تترددش وتدخل تطور نفسها وتخدم في المشروع مشروع مليح ومربح تبدا ما تسناش ما تسمع لحتى واحد وحتى كنا اسماء متوفره ولو بالقليل يعني تخدمي باللي عندك في الدار كيما نقولوا باللي يساعدك ولا بالمتاح تبدا بالمتاح. انا ثاني ما كاش عندي كلش بالمش كاين بشوي 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 خبرتش في حاجه نعم. ومن الربح بعدها تبدا تشري الماتريال وهي رايحه ان شاء الله، لانه هو كما نشوفوا كل مره يزيد يتطور اكثر انواع الكيك، كل مره تطلع موضه جديده حتى في الديكور تاعو في الذوق تاعو، يعني باقي متنوع ومختلف وعالم واسع كبير كما قلنا عالم الكيك. شكرا لك نورهان لوجودك معنا في عدد اليوم، يعطيك
يعطيك الصحة على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه التفاصيل. إن شاء الله مسيرة عملية موفقة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يعيشك. شكرا أيضا لفتحي جايب رافقني التقنية لعدد اليوم. شكرا لكم أنتم أيضا متابعينا على المتابعة. إن شاء الله يكون عدد اليوم نال إعجابكم. شكرا لوقتكم ونتمنى نلتقي في الأسبوع المقبل يعني إن شاء الله. نورهان نقدروا نتقسميها ولا تخليها قلت باش تصور برك قبل ما نقسمها. ما عليش. برنا نتاعها ولا كيف خلاص يبقى نكمل هو ما بعديش كمل.